نادى على من ترك طواف الوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج بالنسبة لغير الحائض النفساء، أما الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما طواف الوداع، وأما غيرهما فإنه يجب عليه طواف الوداع للحج خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر أهلهم بالبيت، كان الناس ينفرون من كل وجه كما في حديث ابن عباس، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينفر أحد قبل أن يودع البيت طواف الوداع. ولما حاضت صفية في حجة الوداع وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها طافت طواف الإفاضة. قال إذن فانفري. الحمد لله، دل على أنه لا بد من طواف الوداع بالنسبة للحاج وأنه يسقط عن الحائض. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا من ترك طواف الوداع وهو غير معذور كما تفضلتم ماذا عليه؟ يكون عليه فدية في الحج. عليه من ترك طواف الوداع في الحج، في الحج يكون عليه فدية.